السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشيوات كوزينتنا. قبل ما غادي نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون هو عباره على طاجين ديال الكفته ديال المغنو ميرلون اللي كتكون كبيره عند الملح وتحيد ليها القشره. هنا في الدار نقيتها من داك الشوك اللي كيكون مازال فيها وكذلك غسلتها مزيان وخليتها كتسقطر قبل ما غادي نطحنها. في الطاجين غادي نحضروا الصلصه ديال الطماطم. هنايا خديت مطيشه محكوكه، كيبقى دائما شحال خاصكم ديال الصلصه على حسب السمك اللي عندكم. هنا تقريبا عندي ما بين 5 حتى 6 ديال المطيشات لان ما عنديش فيها الماء بزاف، حكيتهم. غادي نضيف عليهم شويه ديال زيت الزيتون غادي نضيف ثومه تقريبا ما بين 4 حتى 5 الفصوص ديال الثوم وغادي نديرها فوق النار تشحر هاد المطيشه وتبدا تطيب واحد شويه هي وهاد الثوم وزيت الزيتون قبل ما غادي نضيف عليها التوابل. من بعد ما طحنت الميرلون على شكل الكفته، ماشي طحنتها بزاف، كتبقى واحد شويه هكا، غادي نضيف ليها دابا التوابل وكذلك الثوم. هنايا عندي تقريبا واحد 4 الفصوص ديال الثومه. كتبقى دائما الكميه ديال التوابل على حسب الكميه اللي مستعملين ديال السمك. غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت باش ما تجيش ناشفه. غادي نضيف شويه ديال عصير الحامض، ندير الملحه، البزار، الكمون، مرة، واحد شويه ديال الفلفله حاره اولا السودانيه غير شويه، وغادي نضيف قزبر ومعدنوس مقطعين، وغادي نضيف واحد شويه ديال الرز اللي مسلوق، شويه ديال الماء فيه الملحه ولكن ما كيكونش طيب تماما باش يكمل الطياب ديالو مع الكفته ديال الميرلون. غادي نخلط هاد المكونات كامله مزيان، مطيشه بعد ما تقلات هي والثومه وزيت الزيتون. دابا غادي ندير ليها التوابل، كذلك غنضيف لها واحد شويه مركز ديال الطماطم، غنضيف واحد معلقه صغيره بالنسبه للكميه اللي عندي انا هنايا. غادي نضيف البزار، غادي نضيف كذلك الثومه، نفس التوابل اللي كنديرو في السمك، التحميره والكمون عفوا اللي ضفت قبل، غادي نضيف شويه ديال السودانيه او الفلفله حاره، كتبقى دائما اختياريه باش ما ديروهاش ما ديروهاش. وغادي نضيف واحد شويه ديال الخرقوم، الملحه، غادي ندير عليهم واحد شويه ديال الماء باش ندير هذه الصلصه، غادي نرجعها فوق النار حتى تطيب قبل ما نضيف السمك لانه هو بسرعه ما كيحتاجش مده طويله للطياب. من بعد ما درت الطماطم فوق النار حتى تعقدت عندنا الصلصه وطابت، ضفت كميه اخرى على هذاك الماء اللي كنت درت في الاول باش نعطيها وقتها انها تطيب مزيان. الا كتفضلوا انكم تنقصوا من الحموضه ديال المطيشه ضيفوا واحد القبيصه ديال السكر، انا شخصيا ما كنديرهاش. غادي نضيف دابا القزبر والمعدنوس، غادي نخلطوا كلشي مزيان وغادي نبدا ندير في الكويرات ديال الكفته ديال الميرلو. ما تنسوش انكم تذوقوا الصلصه ملي تكون طابت باش تقادوا الملح والبزار، اولا الا كنتو كتفضلوا الحار كيبقى دائما طابت بحال على حسب الذوق. المهم اننا نذوقوا قبل ما نبداو نضيفوا في الكفته.
غادي نديرها كامله، نحاول نديرهم من نفس الحجم. من بعد ما كملنا الكرات ديال ميغلون كاملين، غادي دابا ندير هكا فلفله ملونه نقطعها سميطات ليطوال ويكونوا شويه رقاق، نحاول نخالف. في الوسط غادي ندير دوائر هكا ديال الحامض، غادي نضيف عليهم فوقهم هكا مزيودات ديال الحار، وغادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق، وغادي نغطي هاد الطاجين ونديرو على النار اللي غادي تكون مهيله. مره نحلو نبقى نسقي في الكفته ديال ميغلون باش كتشرب بلاصوص، حتى كطيب راه ما كتحتاجش مده ديال الطياب طويله بزاف. غادي نضيف شويه زيت الزيتون من الفوق، وكنبقاو مره كنهزو من هاد الصلصه وكنسقيو بها الكفته ديال السردين اولا عفوا الكفته ديال ميغلون باش كتشرب لينا بهاد لاصوص. كما كتلاحظوا من الحوت كيطلق الماء، الا كان كثير غادي نحيدو نديرو فواحد الكاسرونه نخليه ينقص. الكفته بعد ما طابت بقيت مره كنسقي فيها بلاصوص طوماط حتى كطيب. طلق عندي السمك طلق الماء، نقصته فواحد الكاسرونه ودرته هكا كيتقلص باش ما يبقاش عندنا الماء في الطاجين بزاف، وباش ما نبقاش نطيب فيه في الطاجين غادي يبقى السمك كيقصح. يعني من الاحسن انكم اذا كان عندكم مكسير تنقصوه هكا في كاسرونه وديروه كيتشرب. وهذا هو الشكل ديال الطاجين، غادي نزينه بواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس للزين فقط، وغادي نقدموه وهو مازال سخون. الطاجين ديال الكفته هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيكون. غادي نقدمو ان شاء الله مع العدس وكذلك مع شويه ديال الشطون مقلي وخبز ديال الدار. نتمنى ان هذا الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ودائما ما تنسوش انكم تشاركوا معي في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد، وبصحه وراحه.